أزول ولنزول إخوان تحياتي الشرفاء. الله إلى الإخوان إلى العز، لا شغل عندك غير أعراض. الأخت فاطمة الزهراء نور ولا قالت لك لا شغل عندك، غادي نوريك هذا ماشي شغل. هاد الأئمة هادو اللي راهم دايرين في المساجد مراكش تشوفي، نوريو لك أختي نوريو لك، يمكن نتمنى تكوني السمية راكي دايرة بنت. معليش معليش نوريو لكم الكلمة ديال الحق. المساجد الإخوان المساجد أئمة الكفر، ماشي الصلاة والعبادة اللي بينك وبين اللي خلقك. العز المواطنين فاقوا بهذا فرعون السادس، فاقوا بهذا الأئمة ديال البلاط. في يوم الجمعة، في يوم الجمعة واحد المواطن مغربي حر ناض ورفض الصوت ديالو تما، وقال الإمام اللهم إن هذا منكر. قال له مالك ما كتدعيش مع فلسطين ومع هذا وفي غزة وهذا؟ قال له علاش دعيت مع كل شيء وما وليتش تدعي؟ لحقاش هاد الناس هادو كيمشيو يصليو ولفوهم دائما، الناس كيقول لهم دعاو مع فلسطين وهذيك وهذيك. الامام ديال هاد الجمعة الناس المواطنين صافي فاقوا بهم، فاقوا بهاد الائمة ديال البلاط. ها هو واحد هذا كيما نقولوا كلمة ديال الحق، عند واحد الامام جائر، عند واحد الامام اللي حضر له هاد السيد هذا، والناس تما حاضرين وقفوا، قالوا وقفوا عند الحد ديالو، وقف الامام عند الحد ديالو. مساجد المساجد ما داروا لنا والو، ولكن الائمه ديال الكفر لداخل الائمه اللي ما كيقولوش الكلمه ديال الحق. هو واحد الاخ والله الى العز ما نعرف واش تيوقع له، راك وتعرفوا ديك البلاد هذيك، ولكن قال الكلمه ديال الحق. نعاودوا له، قال له مالك انت كتدعي مع كل شيء وهذاك وفلسطين فين درتها؟ يعني صافي الجواب ليك فرعون السادس، يعني الصهاينه دخلوا لتما ما خصهمش الناس يهضروا على فلسطين ولا على الشعب ولا كلش. هذه غير واحد النقطة راها فاضت. الحمد لله مين تشوف مواطن وبهذه الزعامة هذه وناض في وسط المسجد وقال الكلمة ديال الحق، بارك الله فيه. العز العز واخا ما نعرفهمش، هادو هما الرجال اللي كنعرفوهم واللي كيقولوا الكلمة ديال الحق. ما يخافوش، باش عادي نخافوا؟ شحال قدنا عادي نخافوا حنايا؟ باش عادي نخافوا؟ نخافوا باللي خلقنا. ايوا ها هو السيد يخاف باللي خلقه، وكيبغي المحبه وكيبغي الخير لخوتو. شوفوا واش قال الامام ديال المسجد، سكتو في وسط المسجد ما كاينش اللي يجي يفهمه. قال لك واش انت لاباس؟ معليش الاخ لاباس، ولا دوك الحوايج هادو كملنا بهم حنا، كملنا بداك اللعب ديال الدراري الصغار، حتى الدراري الصغار راهم ولاو يعرفوا يلعبوا. ها هو ها هو المعقول. شوف المسجد، شوف استسمح الاخوان، ها هو غادي ندخلوا له. نعاودوا لكم من جديد الاخوان، نعاودوا لكم الفيديو من جديد. استنى سمحت استسمح. قال له هاد الجمعة ما فيها حتى شي حاجة، يعني الخطبة ديالك اللي درت قال له ما فيها والو، ما كاين حتى شي واحد. واش قال لك خلي الملك؟ قال لك خلي الملك في التيقار. غادي نوري لك، غادي نوري لك هذاك فرعون السادس صافي فا وصل وصل. بغيت كنا نهضروا على المسجد، بغيت فرعون السادس تشوفو، قال لك واحد خليه ترونكيل. غادي نفوتو لك هنا حنا، ها هو الجواب، ها هو ها هو ها هو اللي هضرت عليه انت، هذا هو، هذا هو اللي قلت نخليوه ترونكيل، هذا هو امير المؤمنين، هذا هو اللي كيرفدوا له الدعاوي في المساجد. تفرج فيه مزيان، ها هو. يلا شوفوا امير المؤمنين ديال اخر الزمان، شوف يوم البعث غادي يتعذب هذا فرعون السادس. شوف 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 انت يا اللي راك قلت لي خلي عليك فرعون السادس، ها هو مزيان راك ذكرتني باش تصاوب. كل شيء موجود حنا عندنا، كل شيء، هذا هو السلاح ديالنا. ما كنضربوا ما نديروا حتى شي حاجه حنا، حنا واش كنديروا؟ ها هو السلاح، نفضحوه. هاد العالم، هاد الكرة الأرضية ولات غير صغيرة. الانترنت فين ما فين ما كاين الانترنت، كاين يوتيوب، تصور مع يعجبوا له التصاور ويعجبوا له السيلفيات. ها هو فرعون السادس ديالكم اللي كيقول لك عاش فرعون السادس. انا كنهضر واحد كيقول لك خلي عليك مالكنا، الملك هو الله، هذا مالك، هذا الملك لله. ها هو ها هو فرعون السادس، حشومه كاع تكتبها تما، واللي يكتبها تما لتحت
اللي يعاود يكتب هذا هما التصاور اللي بقاو نوجدو لكم، هذا هو الرد ديال الاحرار من بلا ما نصدعوا راسنا. ها هو تفرج فيه مزيان، تفرج فيه مزيان، الا هذا يمثلك انا ما يمثلنيش، وما يمثلش المراه الحره، وما يمثلش الراجل، وما يمثلش الشعب. الا كيمثلك انتايا، انت اللي راك كتكتب تما خلي عليك سيدنا، الا هذا سيدك هذا سبحان الله سبحان الله، اللهم اني قد بلغت. حنا كنقولوا لا يعفو عليهم هذو اللي كيتبعوه، ولكن ها هو تفرجوا اتفرجوا تفرجوا واش واقع، واو ما المساجد ديالك عاد يمشيو حاجه مور حاجه. ها هو ها هو قال لك قال لك هي التصويره هاديروها في جوجل تصاور تجبروا على الجهد. الفضايح راه ما بغيناش نوريو لكم بزاف شي حوايج، راه الفضايح الفضايح. نعاودوا لكم الاخوان، نعاودوا لهذا الفيديو، هذا الفيديو ديال العز الله الى الامام الى سكت له القلب في المسجد الداخل. جينا بالخدمه بالخدمه شفنا هذاك الشيء هذاك، شفنا الكلمه ديال الحق، قلنا نفوتوا نوصلوا لكم. ها شوف والله الى العز، والله الى العز، والله العظيم الى العز. ها هو اللي خصكو كيديروا الائمه ديال الكفر، اي خرجوا يمشي الامام ديال بصح ديال ولد الشعب اللي كيخاف الله تعالى ويقول الكلمه ديال الحق، يجيو هاد الزنادق ديال الائمه ديال فرعون السادس يهزوا له الفاتحه ويهزوا له الدعوه. واش هاد الشيء هذا؟ والله العظيم كيعطيو لك الكوراج هاد الاخوان ديالنا. هاد الاخ هذا عاوتاني اللي ناض وناض المسجد الداخل وناض عند الامام قال الكلمه ديال الحق في المسجد الداخل، برافو عليه برافو عليه برافو على الشعب. يستاهل تقول المواطن المغربي الحر ناض في وسط المسجد، هذا واحد الانتصار ديال الكلمه ديال الحق. واخا يوقع له اللي يوقع له، المهم خرج الكلمه ديال الحق ووصلت عند الاحرار ووصلت في العالم، والله شاهد على الله يحول بين المرء وقلبه. ها هو الاخوان نعاودوها من جديد، في وسط المسجد في وسط المسجد رفعوا قال الامام واش هذا الشيء، قال له هذه الخطبه ما كاينش منها هذه الخطبه، قال له ما كتدعيش نتايا حتى الدعاء ما ترفدوش لفلسطين وما تهضر لا على غزه لا دوك الحوايج نسيتوهم، نساو كل شيء اللي كانوا يديروا لحقاش الصهاينه راهم تما. فاقوا بك الشعب فاق بك فرعون السادس باللي الخطبه كتجي من عندك، كل شيء ولا يعرفها. الحمد لله حنايا رانا هنا نزيدو نفضحوا نفضحوا كل واحد بالجهه ديالو. عاش الشعب ولا عاش من خانه، ها هو العربون الاخوان نتاع النضال ديال الكلمه ديال الحق. الفضل ليكم انتوما اللي كتهضروا على هاد الائمه، الائمه ديال البلاط، الفضل ليكم انتوما اللي كتعرفوا هادو اللي ضيعوا الاولاد ديالنا وكينشروا الدعشاشه في الاولاد ديالنا. حنا الدين ديال الاسلام دين التسامح، ولا هاد الائمه ديال الكفر 120 الف امام اللي متخرجين من عند فرعون السادس في ديك البلاد هذيك باش يبلعوا للناس، ما يهضروش على الحق ديالهم، ما يهضروش على الحق ديالهم. ما هي وصلت الساعه الحمد لله، من كتشوف هاد الناس هادو، من تشوف هاد المواطن كيخرج كيعطي لك الشجاعه تزيد دافع عليه، تزيد دافع على المواطن المقهور على المواطن الفقير. وصلت لهم الاعظم، صافي وصلت لهم الاعظم. كيمشي واقف الامام ما يهضر لا على الزياده لا على حتى شي حاجه، ما يهضر على فرعون السادس لا على الركوع لا على التطبيع لا حتى والو. ها هما وقفوا لك على هذاك التطبيع، هو جاب لك فرعون السادس. ها هي من جديد ونكملوا الاخوان. شوف الناس خرجت بقات تخرج تحرك، صافي عرفوا باللي كيصليو مور واحد ما صالحش ما صالحش. الاخوان الائمه ديال البلاط قالوا له واش هذا الشيء هذا، واش هذا الشيء هذا. كملوا بهذا اللي قال لك واحد تما اللي نعاودوا لك هذا امين المؤمنين من جديد. الاخوان حنا ما نعياوش الكلمه هاك، ها هو امين المؤمنين اللي كتدافع عليه وكتكتب تما. حنا ما كنقولوا نقمعوا حد ولا نقولوا شي هضره ماشي في المكان ديالها، هو ها هو الاخ اللي كتكتب لي تما، تفرج فيه مزيان وشوف واش هذا السيد كيمثلك، وشوف واش هذا السيد كيرفدوا له الدعاء في المساجد، شوف واش هذا واش هذا كيرفدوا له كيسميه الملك في المسجد. الملك هو الله، هما مدخلين الشرك المسجد ولكن هما ناضوا لهم. ها هو ها هو ها هو، شوفوا شوفوا الحاله ديالو، شوفوا ديال فرعون السادس الحاله ديالو اللي كيحكم، هذا هو اللي كيسير، هذا هو اللي كيسير البلاد، ها
هذا هو اللي كيسير البلاد الحمد لله. الاخ ناصر زفزافي يدخل المسجد قال لهم الفتنه واش تا هي، طرطق عليهم تما والحمد لله كاين الشعبه هو فرعون السادس ذاك ناصر اللي درته في الحبس، لانه ناصر زفزافي اللي درته في الحبس لانه قال الامام واش تا هي الفتنه. اهما ناضولك مواطنين احرار اخرين، راهم ناضولك اخرين في المساجد، عادي تحصل عادي تحصل يا فرعون السادس معاهم، لانك انت يا كتظلم، انت واحد الحاكم ظالم، والله تعالى حرم الظلم على نفسه، وانتم كيجيو هاد الائمه ديال البلاط كيطلع لك فوق المنبر وكيقول لك اطيعي الحاكم ولو كان ظالما، والله تعالى حرم الظلم على نفسه، والرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم كل ما يوافق القران فانه مني، ومن يخالف القران فليس مني. يعني هذا الظالم هذا الى هذا امير المؤمنين، ها هو تفرجوا فيها الاخوان واش الاماره عند هاد الناس هادو، تفرج فيه تفرجوا فيه مزيان، مشى يشري الذهب ولا ما نعرف، ما الله اعلم واش مشى يشري ولا الله اعلم واش كاين تما. هذه هي الكلمه ديال الحق اللي كنقول لكم، الله ينصرنا على القوم الظالمين، نقولوها هذه رساله لذاك فرعون السادس، ذاك الاخ ديالنا ودوك الاخوان اللي راهم في الحباسات، واحد بهم اللي كنقول ذاك ناصر الزفزافي اللي هزيتو ورميتو في الحبس لانه قال الامام واش تا هي الفتنه، ها هما خرجوا لك الحمد لله، خرجوا لك خرجوا لك ناس اخرين ها هما. نتمنى هذا الفيديو ما يكونش مشى الاخوان، ها هما خرجوا، سمحوا التسميح. اللي بغى يرجع كاين الفيديو اللي عاودناه دروك ديال هاد التسميح الاخوان، كاين الفيديو الاخوان اللي فوتناه دروك، هما مواطن اخر، انت فرعون السادس، ها هي الصوره ديالك اللي عادي تبقى تمشى ان شاء الله، ها هما اللي كيتمشاو تفضحت كيعجبوا لك السيلفيات. الاخ ناصر الزفزافي اللي راه ترمى في الحبس وقال لهم واش هي الفتنه، ها هو الشعب عرف الحقيقه ديال الفتنه وعرفوا راهم يمشيو عند هاد الائمه ديال الائمه المضلين، والحمد لله الناس كانت فيلمي فيلمي وهما الاخوان فيلمي وهاد الائمه ديال الكفر، وحنا نقابلوا هاد القناصله وهاد الائمه اللي هنايا في اوروبا باش نساليو معاهم ويكون الاسلام الحقيقي، ماشي نضفيو شمعه الاسلام، لا نضفيو شمعه ائمه الكفر، ويكونوا عندنا ائمه يكونوا بولاد الشعب اللي يعاودوا على واش تكاين على الواقع الحي، ماشي اللي كيصوتوا واللي بقى لهم غير الانتخابات تما. راكو تشوفوا هنا في بلجيكا القنصل الامام ولا يفرق لا كارت ناسيونال والباسبور في المسجد، في المسجد بالدلائل الامام كيقولها، يقول لك الباسبور كيعطيو لا كارت للمراه للنساء في المساجد. هذه هي الكلمه ديال الحق، تبقاو على خير الاخوان، واللي يقول لك امير المؤمنين عاودوها من جديد، ها هو ها هو امير المؤمنين، ما كاين والو منه، بداك السوق ديالو طاح، الشعب فاق به، ها هما راهم كينوضوا له من هيك كل مره ببلاصه، كينوضوا عند هاد ائمه الكفر. باز عليكم، عاش الشعب ولا عاش من خانه، حنا ما قلناهاش خطا، ذاك عاش الشعب، عارفين بالله ذاك الشعب كيسوى كنوز الدنيا وما فيها. تبقوا على خير الاخوان، اللهم انصرنا نصرا عزيزا حكيما لما تحبه وترضاه.